ودايما عندنا مخرج آمن من أي مشكلة وأي أزمة. والأزمات المتتالية اللي احنا عايشين فيها واللي قبل كده يعني الحمد لله عدينا منها بسلام وأمان بالوحدة، وهو ده دايما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحدث فيه، وقالوا في المناسبة الأخيرة إن احنا دايما طول ما احنا إيد في إيد في الاحتفال بعيد العمال، طول ما احنا إيد في إيد هنقدر وعلى قلب رجل واحد هنقدر نعبر من كل التحديات. أستاذ ياسين، يعني حياتك شايف ما هي التوصيات التي الملحة التي يجب يعني الإسراع بها في العديد من القضايا المطروحة الآن؟ لا هو بصراحة كل زي ما قال، يعني مش هحب أكرر أقول زي هذه الحقيقة، يعني احنا محتاجين تقدم في كل حاجة، مش هنوقف عند حتة في كل المجالات. الصناعة مطلوبة والزراعة موجودة مطلوبة والتعليم موجود وفي كل حاجة يتم الإنجاز. ما فيش حاجة عندنا ما محتاجة انها تستنى يعني، بس احنا يعني حققنا حاجات كتيرة في مجالات كتيرة، بس محتاجين يعني نشتغل اقتصاد شوية. طب استاذ ياسين، يعني مهم، يعني في نقطة سيادة النائب محمد عبد العنين تحدث فيها في هذه نفس الجزء، نفس الكلام احنا بتكلمنا عن السرعة والحلول والبدائل، وفي نقطة تانية برضو فكرة ان جميع المشاركين، وفي مشاركين من كل اطياف الشعب المصري، لأي مدى حضرتك شايف ان هذا العدد الكبير من المشاركين سيؤثر ايجابيا على مسار الحوار الوطني؟ فكرة التنوع. لا ما هو التنوع موجود، يعني التنوع موجود عندنا في قواتنا المسلحة، في كل أبناء الشعب، موجود في الحكومة، موجود في كله، بس احنا نضيف إلى التنوع تنوع، نضيف إلى التعدد تعدد، نضيف إلى القوة قوة. هذا معنى الحوار الوطني، إن احنا كان في حكومة ممثلة في كل أجهزتها اللي بتمثل برضو الشعب المصري كله، يعني مثلا مش عايزين نقول تنوع، يعني إن احنا جبنا حاجات جديدة حطينا ناس جديدة، لا اتوقع طبعا جديدة. لكن هي الفكرة إنه في ناس عندها أفكار تانية، والله نقول في تصويب في الحتة دي، عايزين ضبط في المسار الفلاني، عايزين نعلي مساحة في الحتة الفلانية، عايزين نقلل في حتة معينة. فدايما البرين ستورمينج او العصف الذهني عندما يكون متعد، يعني بيلم جوانب اكتر واطراف اكتر، كلما يكون ذو فاعليه اكتر، كلما انت شايف حضرتك فكره انا ربما تكون غايبه عليا، مظبوط، الافكار اصلا هي سبب النجاح، يعني امريكا لم تنجح ولم تحقق الا ما فيه الا انها استقبلت افكار وعقول المهاجرين من كل دول العالم. طب مصر طول عمرها بتعمل كده، ومصر طول عمرها مش بتجمع نفسها بس، هي بتجمع كل شعوب كل اللي محتاج في العالم، كل اللي عنده مشكله في العالم بيجي بيلاقي نفسه قام. طب احنا ما نعملوش ليه مع بعضنا؟ بكل تاكيد هو ده فكره الحوار الوطني، ان لا يكون هناك فرد او فئه داخل هذا المجتمع لم تدلي بدلوها في مستقبل وطنها وفي تحقيق التقدم والتطور فيه. طب ما احنا عندنا ساحه، المشكله ان احنا ما استغلهاش. انا عندي حد بينفذ او حد قايم وشال مسؤوليه، انا شايف زي ما احنا دايما كده في المثل اللي من بره بيشوف اكتر، احنا بنشوف ونقول لهم والله لا نعدل نصوب نظبط كل تاكيد. وبذكر حضرتك الفكره، يعني انا اذكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الافتتاحات الاخيره لسوهاج والمنيا لما كان بيتابع يعني العديد من المشروعات الاستثماريه حتى لصغار الشباب، كان بيتحدث عن قيمه الفكره، بالفكره نبني، بالفكره نتقدم، بالفكره ننجز. فهي دي اهميه الافكار، وان شاء الله نخرج بيها كلنا. الاعلام حضرتك الدور اللي احنا بنقوم بيه ده في حد ذاته اضافه للحكومه. أي الحزب السياسي هو شغال على الأرض، لما شايف بعينه أشياء ينقل إضافة، المفكرين والكتاب والمثقفين بيكتبوا إضافة حضرتك، مجلس النواب إضافة، كله إحنا عايزين في الآخر إن الصورة تبقى مجتمعة أمام الحكومة. أي فرد في هذا المجتمع، بالعكس موقع الجمهورية رئاسة الجمهورية في نافذه كده فكره، صح عشان البلد. اي حد احنا بلدنا كبيره يا جماعه، بالمناسبه احنا بلدنا كبيره وعليها مسؤوليات الدول العظمى، وليست مجرد كافيه على المليون كيلومتر المربع اطلاقا. وهو ده النقطه اللي انا هاخد حضرتك فيها للخبر التالي، خاصه حضرتك اشرت لنقطه مهمه استاذ ياسين في الخبر السابق، ان مصر لولا انها قائمه بذاتها لكانت في هناك دول حولنا تقسمت رسميا الى العديد من الدول، وهو ده اللي بيعكس الزيارات الهامه التي تقوم بها الوفود الدوليه والعالميه الى مصر، في مستهل حتى زيارتها لمنطقه الشرق الاوسط ومنها كيفن ماكارثي.